مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في موجز الخامسه من قناه التناصح. اكد مصدر محلي من بنغازي الجمعه العثور على 12 جثه مرميه في مكب للقمامه في منطقتي ليثي وطريق النهر في المدينه. واظهرت صور تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اظهرت الجثث وهي ملقاه على طريق مكبله الايدي وعليها اثر تعذيب واطلاق الرصاص. هذا وقال مصدر أمني إن الجثث تعود للمعتقلين لدى ما يسمى كتيبة طارق بن زياد المدخلية والمقربة بدورها من صدام نجل خليفة حفتر. طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض على القيادي في ميليشيا الكرامة المدعو محمود الورفلي وتقديمه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ودعت بن سودة في بيان لها خليفة حفتر دعته بصفته رئيس الورفلي للعمل مع السلطات في ليبيا لكي يمكن إلقاء القبض عليه. هذا وجددت المدعية العامة للمحكمة الدولية جميع الدول بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى دعم ليبيا في تيسير القبض على الورفلي وصفة عملية الإعدام الأخيرة أمام مسجد بيعة الرضوان بأنها انتقام للتفجيرات التي وقعت في منطقة السلماني الثلاثاء الماضي. دعت دائرة العمل الخارجية الأوروبية دعت المجتمع الدولي لإجراء تحقيق شامل وعاجل في عملية الإعدام دون محاكمة والتي نفذها المدعو محمود الورفلي في بنغازي وعدد من الجرائم المماثلة التي ارتكبت في الأشهر الماضية في ذات المدينة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الدائرة الأوروبية في بيان له أن تجاهل القانون الدولي والليبي وإفلات الأشخاص من العقاب بمن فيهم الورفلي يعرقل لتحقيق السلام والعدالة لضحايا الجرائم في ليبيا. هذا وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف في ليبيا إلى التعاون الكامل مع لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا تواصل دعمه التام لخارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي الخاص لليبيا سلامة لضمان الوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة الليبية الرهينة. أعربت حكومات فرنسا إيطاليا بريطانيا وأمريكا عن إدانتها إعدام 10 أشخاص خارج نطاق القضاء كرد انتقاميا على الهجمات في بنغازي. وأكدت الحكومات بحسب بيان نشرته السفارة الأمريكية في طرابلس أن الجاني هو محمود مصطفى الورفلي الرائد في ميليشيا الكرامة. ودعا البيان إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أولئك الضالعين في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان. إلى خبر أخير، حيث طلب مدير مكتب خليفة حفتر عون الفرجاني الخميس طلب بضبط القيادي في ميليشيا الكرامة المدعو محمود الورفلي وإيداعه في حجز الانضباط في المرجع واتخاذ إجراءات التوقيف والتحقيق حياله. جاء ذلك في رسالة تعميم وجهها الفرجاني إلى إدارة الشرطة العسكرية والسجون وإدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة القضاء العسكري وجهاز التفتيش العسكري. وتضمن التعميم أن الورفلي لا يتبع الأوامر والتعليمات العسكرية ويثير الفتن ويتسبب في إرباك المشهد في بنغازي، كل ذلك على حد تعبيره. ختاما، إلى اللقاء.